متطرقين لمواضيعهم اليومية التي تفوح برائحة الود والمحبة، يجلس هؤلاء الشباب على طاولات الشاي كل مساء في مدينة تعز، محاولين لما أحلامها التي تحاول الحرب أن تدفنها في شوارعها المكتظة بالحياة. هنا في المقاهي يأتون الناس في وقت العصر هذا ليتبادلون بالحوارات والنقاشات ويقضون أجمل الأوقات وأمتعها في الشرب الشاهي في المدينة القديمة. ربما ترى الناس كثير في هذه المنطقة في المدينة القديمة يقبلون بشكل كبير لأن الشاي هنا متميز، ويتبادلون بالحوارات ويقضون أوقاتهم ويأتون من كل الأماكن، وتعتبر هذه فسحة، يعني فسحة كي يقضوا وقتهم بشكل رائع. ورغم غلاء الأسعار وانقطاع الغاز الناتج عن حصار المدينة منذ 7 سنوات من قبل الميليشيا، إذ أن 200 ريال مقابل كوب شاي قابلا للارتفاع بعد أن كان سعره 30 ريالا قبل الحرب التي شنتها الميليشيا، إلا أن هؤلاء الشباب لا يزالون يحيون المدينة بطقوسهم اليومية بعد أن عجزت القذائف الحوثية أن تطفئ أزقتها. انقطاع الغاز، معاناة شعب البترول مش موجود، الديزل مش موجود، يعني الدنيا غلاء، لا حول ولا قوة للمواطن الضعيف، كل الأرز المواطن الضعيف، يعني دي اللي عند القلص شاي، بحاله القلص شاي بمية الآن، يعني غلاء، الشاي الأحمر والحليب ب200، قبل الحرب كنا نجي هنا من ملتقى مثلا هنا عند الشعبي، ملتقى الأصدقاء لمدة سنين ب10 كان القلص شاي، الآن جيت القلص شاي ب100. وأنت تتجول في شوارع المدينة ترى مقاهٍ عديدة يلجأ الناس إليها هربا من واقعهم المأساوي الناتج عن حرب وحصار الميليشيا، وهي أماكن ترغم العابرين في المكوث فيها ولو لوقت قصير لتذوق الشاي المتفرد بنكهته ومذاقه الأصيل الذي تصنعه أيادي متخصصة. حرب وحصار وارتفاع للأسعار أمر محزن يصعب على السامع تجريده عن هذه المدينة، إلا أنها استطاعت أن تقدم نموذج الحياة الذي لا زال هوية ثابتة عند أبنائها الحالمين. محمد الهتار لقناة سهيل تعز.